دلوقتي معادنا مع جولة في المحافظات، أهم الأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، واللي من ضمنها افتتاح مشروعات خدمية وتنموية في بني سويف بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وكمان افتتاح النسخة الثالثة للملتقى الدولي للسياحة الرياضية في أسوان. ده غير أخبار تانية كتير في أسيوط والمنيا وكمان القليوبية. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من بني سويف وافتتاح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدد من المشروعات الخدمية بمركز الوسطى في قطاع التعليم وقطاع الصحة بتكلفة 10 مليون جنيه، وده ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة. في القليوبية قام الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بتوزيع الجوائز وتكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وقال إن المحافظة وضعت التحول الرقمي على قمة أولوياتها، وده ظهر في الإقبال الكبير على المسابقة اللي وصل ل 500 فريق من 50 جامعة مصرية. في أسوان شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى الدولي للسياحة الرياضية اللي بيستهدف استثمار مقاوماتنا وإمكانياتنا الرياضية والسياحية لزيادة حركة السياحة الدولية والمحلية. في أسيوط تم امبارح تنظيم احتفالية يوم محبة أولادنا بمشاركة حوالي 1000 طفل يتيم والقادرون باختلاف من محافظات جنوب الصعيد. الحفل كان فيه فقرات فنية متنوعة وعروض مسرحية ومسابقات مختلفة للأطفال. في المنيا استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السفير فرانسوا كورني سفير بلجيكا لدى القاهرة، وده في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين. استعرض محافظ المنيا أهم وأبرز المقومات اللي بتتميز بيها عروس الصعيد من حيث الموقع الجغرافي وفرص الاستثمار المتاحة.